احنا هنا في مركز النانو تكنولوجي داخل الغرفه النظيفه اللي هي كلين روم. دي غرفه خاليه تماما من الاتربه وبتستخدم في تصنيع الانظمه متناهيه الصغر لها تطبيقات كتيره جدا، وده يعتبر معمل فريد من نوعه مجهز بكل الامكانيات اللي هي بتساعدنا على تصنيع الانظمه الاستراتيجيه في تطبيقات عديده جدا، منها صناعه السيارات، منها صناعه الطيارات، صناعه الانظمه الطبيه المختلفه. اي فكره عندنا من اي مركز في مراكز مدينه زويل كله بيتكامل مع بعض، وهنا بيبقى ده هو الخط الانتاج اللي بيحول كل الافكار دي لمنتج يتنقل للصناعة. الغرفة هنا بالأجهزة اللي جواها مكلفة 85 مليون جنيه، وده جاي من تبرعات الشعب المصري لمساندة المشروع دوت. النهاردة مساندة الشعب المصري لكيان زي ده عشان يستمر ويكبر وينطلق مهمة جدا 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 جدا. اتبرع لمدينة زويل لحساب 1000 في كل البنوك المصرية. اتبرع على أولادنا اللي بس عايزين فرصة علشان يبنوا بلدنا. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مشروع قومي لكل المصريين. بالعلم مصر على الخريطة.